راودة برأساتكم الثلاثة، ما تنسون قطرة عرق مواطن بسيط مو قطرة دم، ولكم هذول أبناء العراق وأنتم خوانة العراق، تقتلون أبنائنا على أي شيء؟ على شنو؟ على كلمة واحد كاتبها تحكمت 3 سنوات، يطلع شاب أخوه يطالب بحقه لو على مواطن يطالب بعمل؟ ولا استثني اي خنزير منكم يا اخوانه، انتوا المن الايران ام على ابو ايران؟ الامريكي ام على ابو امريكا؟ هذول ولدنا وكل دماغهم كل قطره ناخذها بالف من عندكم. واقول لكم هاي الاجيال راح تقاتلكم على مدى الدهور يا مناعي للوالدين، انتوا والكلب اللي قبلكم والكلاب اللي حاكمتكم ودولكم العظمى. استغفر الله.